بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية لانفورماتيك الإعلاميات. في هذه الفقرة سنرى لاليمونتاسيون التغذية أو بمعنى آخر تغذية الحاسوب بما يعني الكهرباء. إذن طبعا الحال كما قلنا فيما سبق بأن الكهرباء هي غذاء الحاسوب، وبالتالي فإننا نقصد بها غالبا هاد العلبة كما سنرى بعد قليل. هاد العلبة تسمى لاليمونتاسيون التي تمد الحاسوب بالكهرباء. إذن بيان سور بطبيعة الحال اون نورابو ديتونير تو لي كومبوزون سي دوسو غيان نو فونكسيونرا سون لو كورون إلكتريك ديليفري بار لاليمونتاسيون. بيان سور بطبيعة الحال اون نورابو، بطبيعة الحال كنا قد رأينا هاد العبارة في فقرة قواعد اللغة، وقلنا بأنها من حيث المدار ديال الجملة ومن حيث الأصل ديالها أن تعني بأنه للشخص كل الامتياز. مثلا في حالتنا هنا بأنه للشخص كل الامتياز on ne rabo détenir tous les composants، يعني أنه سيكون لنا كل الامتياز لنمتلك ولنحتجز وليكون لنا كل المكونات. طبعا الحال نتكلم هنا عن مكونات الحاسوب التي سنراها ومنها لاليمونتاسيون. فمن حيث أصل العبارة فهو يعني هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال نظرا لاستعمالها في المعنى المعاكس لها إذن أصبحت تأخذ هذا المعنى. كما نقول نحن مثلا إذا استيقظت وجاءك شخص مثلا فأخبرك بخبر غير سار، إذن فتقول بدأ اليوم بشكل جيد، الآن بدأ اليوم بشكل جيد، انتهى الأمر بدأ اليوم بشكل جيد. إذا ملي تخبرك مثلا شي واحد بشي خبر غير صار على الصباح مثلا، إذا فتقول مثلا صافي النهار دايز مزيان. إذا بطبيعة الحال من حيث الأصل النهار دايز مزيان يعني أنها شي حاجة مزيانة، ولكن هي في الحمولة ديالها أنها تعني عكس ذلك، يعني أنها تعني تشاؤما مادام أن اليوم قد بدأ بشكل غير صار. نفس الشيء بالنسبة للعبارة التي عندنا on aura beau détenir tous les composants، إذا بطبيعة الحال أننا سنمتلك أو أننا سنحتجز دون جدوى، هذا هو المقصود الأصلي كما في المعنى ديال الجملة لأنه تهمنا المعنى ديال الجملة بالأساس. إذا on aura beau détenir tous les composants يعني أننا سنمتلك دون جدوى tous les composants يعني كل المكونات، بطبيعة الحال مكونات الحاسوب سي دوسو أسفله غيان فونكسيونها لا شيء منها. طبعاً الحال عندنا هنا لا شيء سيعمل، طبعاً الحال كما قلنا بأن لو فيرب فونكسيوني فعل اشتغل ومنها لو فونكسيونير يعني الموظف لأنه يؤدي وظيفة أو خدمة. غيان فونكسيونها لا شيء سيشتغل سون لو كورون إلكتريك دون التيار الكهربائي. ديليفري طبعا الحال لو فيرب ديليفري هي ارسل، مثلا ديليفري اون مارشانديز، ديليفري اون مارشانديز يعني انك ترسل بضاعه، ديليفري اون مارشانديز. اذا عندنا هنا لو كورون الكتريك يعني ان التيار الكهربائي ديليفري بار لاليمونتاسيون يعني انه مرسول او مرسل بار من طرف لاليمونتاسيون من طرف هاد العلبه التي مهمتها تغذية الحاسوب. ال ترانسفورم، إذا نتكلم على الموتاسيون، ال ترانسفورم يعني أن هذه العلبة المكلفة بتغذية الحاسوب ترانسفورم يعني أنها تحول، لا ترانسفورماسيون يعني التحويل. إذا ترانسفورمي هي حول أو شكل، يعني أن شيء أن يكون بشكل فتحوله إلى شكل آخر. إذا هذه العلبة ماذا تحولنا؟ طبعا الحال تحول التيار الكهربائي. إذن elle transforme et fournit l'énergie nécessaire يعني أنها تحول وتمون، طبعا الحال عندنا هنا لفير فورنير وتمون لينيرجي تمون الطاقة، لينيرجي المقصود بها الطاقة. نقول مثلا لينيرجي إلكتريك يعني الطاقة الكهربائية. أحيانا نتكلم عن سورس دينيرجي، إذا نتكلم عن مصادر الطاقة، سورس دينيرجي
يعني مصادر الطاقة، لا سورس هو المنبع، كأننا نتكلم عن منبع أو منابع في حالة الجمع منابع الطاقة. إذا المقصود مصادر الطاقة، من أين تأتينا الطاقة؟ من حيث الأصل. إذا نتكلم هنا عن سورس دينيرجي. إذن elle transforme et fournit l'énergie nécessaire، يعني أنها تحول وتمون الطاقة الضرورية. لمن تمون هذه الطاقة الضرورية بعد تحويلها؟ à la précieuse carte mère، إلى اللوحة الأم. précieuse يعني الثمينة. نقول عن شيء مؤنث بأنه précieuse، بالنسبة للمذكر نقول précieux يعني أنه ثمين، عندما يكون هذا الشيء ثمينا، كما تنشوفوا عنده علاقة بكلمة لو بري. لو بري يعني الثمن. إذا نقول عن شيء بأنه ثمين، المقصود أن له ثمن غالي. إذا كما نلاحظ ثمين ثمن، بري précieux précieuse. إذا سور لاكيل، التي عليها، طبعا الحال نتكلم هنا عن اللوحة الأم الثمينة. سور لاكيل التي عليها اي كونيكت، يعني انها موصوله. طبعا الحال تنشوفوا عندنا اتر ثم لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب كونيكتي. اذا اي كونيكت يعني انها موصوله. ما هي الاشياء الموصوله؟ ان بون نومبر ديليمون، يعني عدد مهم من العناصر. اذا نتكلم هنا عن اللوحه الام للحاسوب طبعا الحال، التي عليها يتم الصاق عددا مهما من العناصر. فالغالب أن تأخذ طاقتها من اللوحة الأم، والتي بدورها تأخذ طاقتها من المنبع، يعني من لاليمونتاسيون. طبعا الحال هناك بعض القطع الأخرى داخل الحاسوب أنها تأخذ طاقتها مباشرة من المنبع، حتى ولو كانت ملصقة على اللوحة الأم. مي لاليمونتاسيون اي اوسي ديريكتومون غولي، ولكن التغذية اي اوسي ديريكتومون، هي أيضا مباشرة غولية، يعني أنها مربوطة أسيغتان كومبوزون، لبعض المكونات. إذن كما قلنا الآن بأن هناك بعض المكونات داخل الحاسوب أنها تأخذ طاقتها مباشرة من المنبع. تيلكو لو ليكتور، تيلكو يعني مثل، تيلكو كوم لو ليكتور يعني مثل لو ليكتور، مثل القارئ. طبعا الحال القارئ هو الليكتور سيدي. تيلكو لو ليكتور غرافور دو دي في دي باغ اكزومبل. غرافور عندها علاقة بلو فيرب غرافي، غرافي يعني ناقشة أو سجلة، يعني أنك تتسجل شي حاجة بالنقش أو أنك تنقش شيئا. إذا نتكلم عن غرافور أو بيان لو ليكتور، يعني القارئ والناقش في نفس الوقت، المقصود الذي يسجل المعلومات على الصيدي. المكون الذي يقرأ السيدي ثم يسجل المعلومات على السيدي، إذن هذا المكون يسمى لو ليكتور غرافور دو دي في دي باغ اكزومبل، يعني كمثال. إذا مثلا هذه الجزئية أنها تأخذ طاقتها مباشرة من المنبع. إل ترانسفورم فورني لينيرجي نيسيسار على بريسيوز كارت مير سور لاكيل إي كونيكتي أن بون نومبر ديليمون، مي لاليمونتاسيون إي أوسي ديريكتومون غوليي à certains composants tels que le lecteur graveur de DVD par exemple. La transformation du courant cause une déperdition d'énergie. Et donc la transformation, يعني تحويل du courant, تحويل التيار، المقصود هنا le courant électrique، يعني التيار الكهربائي. Et donc تحويل هذا التيار، طبعا الحال تكون ماجية في الخيط على برا، تتكون ماجية مثلا 110 أو 220 فولت. إذا هاد لاليمونتاسيون أن تحول هاد الطاقة التي قيمتها 220 فولت إلى 5 فولت مثلا أو ما يجاورها. إذا بطبيعة الحال فهي تقوم بهذا التحويل، ولكن في إطار هذا التحويل الذي تقوم به العلبة، لا ترانسفورماسيون دي كورون كوز، إذا تحويل التيار كوز يعني أنه يسبب، c'est le verbe causer يعني فعل سبب، cause une déperdition، المقصود هنا cause une perte d'énergie، يعني أنه يسبب فقدان أو نقصان الطاقة. ولكن
sous forme de chaleur يعني تحت شكل حرارة. إذا الحرارة التي نحس بها بالقرب من هد العلبة المتعلقة بالتغذية هذا ناتج عن تحويلها للتيار من درجة إلى درجة أقل حتى يتحملها الحاسوب، أو بمعنى آخر حتى يتحملها مجموع مكونات الحاسوب. إذا la transformation du courant cause une déperdition d'énergie sous forme de chaleur. Un système. إذا مادام أن هناك حرارة كبيرة. Un système. يعني أن هناك نظام de ventilation. يعني نظام التهوية. إذا تنشوف كلمة ventilation فيها كلمة le vent. Le vent يعني الريح. إذا نتكلم هنا عن التهوية. Un système de ventilation est donc installé. إذا نظام التهوية هو إذا مثبت. Installé يعني أنه مثبت. Dans le coffre. يعني أنه مثبت في هذه العلبة التي تسمى coffre. للإشارة هناك أنواع كثيرة من le coffre. يعني أنواع كثيرة من هذه العلب. طبيعة الحال هنا نتكلم عن لو كوفخي دو لاليمونطاسيون، يعني نتكلم عن علبات التغذية. طبيعة الحال هناك أنواع كثيرة من هاد العلاب، مثلا نتكلم عن كوفخي دو ماكياج، مثلا كوفخي دو كادو. إذا هنا نتكلم عن كوفخي دو لاليمونطاسيون. إكسبيلس يعني أنها ترسل. لو فيرب إكسبيلس المقصود به طرد أو أبعد أو أخرج أو أخلى مكانا. إذا نتكلم عن expulse. مثلا expulse quelqu'un de lieu veut dire le chasser de ce lieu. يعني أنك تطرده من هذا المكان. إذا نتكلم عن لغة expulse. إذا كما عندنا هنا un système de ventilation est donc installé. إذا هناك نظام للتهوية ملصق ومثبت dans le coffre de l'alimentation يعني على علبات التغذية. إكسبيلس يعني هذا النظام إكسبيلس وأنه يطرد. إذا طبعا الحال هذا النظام المثبت على هذه العلبة يطرد ماذا؟ لاغ. إذا إكسبيلس لاغ وأنه يطرد الهواء فيا يعني من خلال لاغيير دي بواتي دو لورديناتور من خلال آخر دي بواتي. لو بواتي المقصود به الوحدة المركزية. إذا طبعا الحال نتكلم عن الصندوق الذي يتضمن طبعا الحال كل مكونات الحاسوب الأساسية. إذا هذا الصندوق يسمى لو بواتي. إذا لو بواتي دو لورديناتور. إذا كما نتكلم عن صندوق الحاسوب أو المقصود هنا الوحدة المركزية. إذا لا ترانسفورماسيون دي كورون cause une déperdition d'énergie sous forme de chaleur. Un système de ventilation est donc installé dans le coffre de l'alimentation et expulse l'air via l'arrière du boîtier de l'ordinateur. نتكلمون عن تحويل التيار الذي ينتج فقدان للطاقة على شكل حرارة. ومادام أن هناك حرارة فإن هناك نظام التهوية الذي يلصق على علبة التغذية والذي يطرد الهواء من خلال آخر الحاسوب. فقط كإشارة هد الهواء الذي يتم طرده طبيعة الحال هو هواء ساخن. طبيعة الحال نتكلم هنا عن سيستم دو فونتيلاسيون ممكن أنه يتضمن مروحتين. مروحة تطرد الهواء خارج لو بواتي دو لورديناتور يعني خارج صندوق الحاسوب إن صح التعبير، وفي نفس الوقت تكون هناك مروحة تدخل هواء بارد حتى تبقى الالمونطاسيون في درجة حرارية أقل. On peut acquérir une alimentation seule bien qu'elle soit très souvent fournie avec le boîtier du PC. On peut يعني يمكننا عندنا le verbe pouvoir acquérir يعني يمكننا أن نمتلك. le verbe acquérir يعني امتلك posséder يعني يمكننا أن نمتلك. On peut acquérir une alimentation. يمكننا أن نمتلك علبة تغذية أو علبة تموين بالكهرباء. seul يعني وحيدة
يعني المقصود أنه يمكن شراؤها وحيدة، ليس بالضرورة أنها تباع مع الحاسوب بيان كيل سوا، رغم أنها تخسر يعني أنها غالبا جدا فورني يعني أنها تمون، تكلمنا قبل قليل على الفيرب فورنيه يعني مونة، رغم أنها في الغالب تمون افيك لو بواتي، المقصود هنا أنها تعطى مع صندوق الحاسوب. طبعا صندوق الحاسوب راهو الحاسوب، أما ليكخون الشاشة فهذا فقط ملحق في الحقيقة بالحاسوب، فهاد لو بواتي دي بيسي في الحقيقة هي أساس الحاسوب، لأنها تتضمن يعني كل جزئيات المهمة للحاسوب. On peut acquérir une alimentation seule, bien qu'elle soit très souvent fournie avec le boîtier du PC. ومادام أننا نتكلم عن l'alimentation, une capacité de 400 watts, يعني قدرة ب 400 watts, est généralement suffisante, يعني بصفة عامة أنها كافية pour les ordinateurs, بالنسبة للحواسيب en configuration bureautique, ذات شكل المكتبي. إذا بطبيعة الحال كما نعرف بأن هناك حواسيب مخصصة للمكاتب يعني أنها غير محمولة بمعنى آخر. إذا علب التغذية بطبيعة الحال تغذية الحاسوب ذات 400 وات هي عموما كافية بالنسبة للحواسيب، نتكلم بالخصوص عن حواسيب المكاتب ذات الشكل الخاص بالمكاتب. Une capacité de 400 watts est généralement suffisante pour les ordinateurs en configuration bureautique. Même si, رغم أنه certaines alimentations, يعني بعض علب التغذية peuvent atteindre les 1000 watts. إذن ممكن أن تكون عندنا بعض العلب لتغذية الحواسيب ذات 1000 watts pour des configurations exceptionnelles. Pour des configurations exceptionnelles. يعني ذات أشكال خاصة. إذن ممكن أن تكون عندنا بعض الحواسيب ذات مهمة خاصة، ربما أنها تتطلب الكثير من الطاقة، إذن فتكون لديها علب تموين أو علب تغذية بهاد القدرة تصل إلى 1000 وات. إذن une capacité de 400 watts est généralement suffisante pour les ordinateurs en configuration bureautique, même si certaines alimentations peuvent atteindre les 1000 watts pour des configurations exceptionnelles. إذا ماذا فيما يخص علبات التموين أو علبات التغذية طبعا الحال التي بدونها حتى لو امتلكنا بقية مكونات الحاسوب فلن تعمل. إذا فهاد العلبة هي ضرورية لكي يعمل الحاسوب. طبعا الحال هناك قطع أخرى حتى لو لم يكن دور تموين الحاسوب بالطاقة فهي ضرورية، مثلا القرص الصلب أو مثلا البروسيسور، هذه القطع أيضا ضرورية ومهمة. طبعا كل مكونات الحاسوب الأساسية ضرورية لتشغيل الحاسوب ولكل منها دورها حتى لو بدأنا بقطعة لاليمونتاسيون. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.